السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في الدرس التاسع من دروس شرح برنامج كامتازيا ستوديو النسخة الثامنة. طبعا هذا الدرس سنخصصه لكيفية تسجيل شاشة الحاسوب، ونحن فقط لأننا نستعمل نفس البرنامج لتسجيل هذه الدروس قمنا بالتقاط صور لتلك الإعدادات الخاصة بهذه الأداة. إذا لاحظوا دائما عندما نقوم بفتح البرنامج ستظهر لدينا أيقونة في الأعلى خاصة بريكوردين أي تسجيل الشاشة. عندما نضغط على هذه الأيقونة ستظهر لنا هذه النافذة في سطح المكتب. كما تلاحظون لدينا في الأعلى على اليسار هنا إما أن نقوم بتسجيل شاشة الحاسوب بشكل كامل أو من خلال هذه الخانة يمكن أن نحدد المساحة بالضبط من خلال سحب أطراف الشاشة إلى اليمين أو اليسار من الأعلى أو إلى الأسفل. ثم لدينا هنا هذه الخانة الخاصة بتشغيل أو تعطيل الكاميرا الخاصة بالحاسوب، لأن بعض الأحيان يمكننا أن نظهر صورتنا ونحن نتحدث أمام شاشة الحاسوب. وأخيرا هذه الأيقونة الخاصة بالصوت من خلال تعديل مستوى الصوت وتشغيله. ثم كما تلاحظون لدينا في الأعلى هنا لدينا أربع عناوين، لدينا كابتشر إيفكتس تولز هيلب، دونك كابتشر بالإنجليزية الفرنسية كابتشر. ثم هذه الأيقونات سنشرحها بشكل سريع ومختصر. إذا نبدأ مع الأيقونة الأولى، عندما نضغط على أيقونة كابتشر أو كابتشر لدينا هذه الأدوات. لاحظوا عندما نبدأ التسجيل إما أن نضغط على هذا الزر الأحمر أو يكفي أن نضغط على زر F9 لبداية التسجيل. ثم كما تلاحظون هنا لدينا نفس الأدوات لتحديد مساحة التسجيل، وكلها أدوات بسيطة ويتم تشغيلها بشكل تلقائي. ثم لدينا الأيقونة الثانية Effects، سنجد فقط هذه الاختيارات. مثلا هنا في الاختيار الثاني يمكن عندما نقوم بتشغيله سنعطي صوتا للماوس عندما نقوم بالضغط على بعض المناطق في الشاشة. ثم Tools، طبعا هنا لدينا مجموعة من المعلومات الخاصة بالبرنامج، برنامج كامتازيا ستوديو كما تلاحظون. وأخيرا لدينا هيلب، عندما نضغط كذلك فهي تتضمن مجموعة من العناوين الخاصة ببرنامج كامتازيا. طبعا هنا هيلب لطلب مساعدة، تيتوريال ممكن يعرفنا ببعض الأيقونات الخاصة بالبرنامج، أي أن هذه الأيقونات كلها خاصة بقسم المساعدة للبرنامج. طيب الآن لو ذهبنا إلى البرنامج بشكل مباشر كما تلاحظون سنجد البرنامج هنا في سطح المكتب. عندما نقوم بتشغيله ستظهر لنا أيقونة تسجيل الشاشة في الأعلى كما ستلاحظون بعد فتح البرنامج. إذا في انتظار تحميل البرنامج ستلاحظون الأيقونة التي تحدثنا. طبعا عندما يفتح البرنامج ستظهر لنا هذه الشاشة هنا، ولدينا في الأعلى على اليسار هذه النافذة الخاصة بتسجيل الشاشة. وإذا أغلقنا هذه النافذة سنجد نفس الأداة في أعلى الشاشة على اليسار، ريكورد سكرين تسجيل الشاشة. إذا عندما نضغط عليها ستظهر لنا نفس المعطيات التي رأينا أثناء الشرح بالصور. إذا شكرا لكم على حسن المتابعة، نتمنى أن يكون الفيديو مفيدا لكم. أي سؤال يمكن أن تطرحونه في التعليقات، وندعوكم إلى الاشتراك في القناة لمتابعة الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله.